أبرزت وسائل إعلام فرنسية مضمون خطاب الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى 67 لثورة الملك والشعب، وتوقفت على الخصوص عند الشق المخصص للوضع الوبائي والقلق الذي عبر عنه الملك إزاء تضاعف عدد المصابين بشكل غير منطقي. وكتبت يومية لوباريزيان أن الملك محمد السادس أثار وضعية صعبة، داعيا المواطنين إلى التحلي بالمزيد من الحس المدني لتفادي إعادة فرض الحجر الصحي. وأشارت اليومية إلى أن العاهل المغربي نبه إلى أنه بدون الالتزام الصارم والمسؤول بالتدابير الصحية سترتفع الإصابات والوفيات، مضيفة تأكيده أن المستشفيات حينها لا تكون قادرة على تحمل الوباء. من جهتها أشارت صحيفة لوموند إلى أن الملك محمد السادس حذر من أن اللجنة العلمية المختصة بكوفيد 19 قد توصي بإعادة الحجر الصحي إذا استمرت هذه الأعداد في الارتفاع. وأضافت لوموند أن الملك أثار أيضا في خطابه التداعيات الاجتماعية والاقتصادية التي قال إنها ستكون قاسية على حياة المواطنين. من جانبها أشارت لو كوريي دو لاتلاس إلى أن الملك محمد السادس دعا أيضا كل القوى الوطنية للتعبئة واليقظة والانخراط في المجهود الوطني في مجال التوعية وتأطير المجتمع للتصدي لهذا الوباء.